حلو، تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل البتنجان بالطحينه ازاي. مقاديره على الشاشه. معانا بتنجان عروس ابيض واسود اللونين عشان ما حدش يزعل مننا. حلو الكلام، ابيض واسود. معانا فلفل حار، ومعانا طحينه اهي جنبيها، ومعانا كمان بصلايه ناعمه وفص توم على الطحينه. اه هنشوف نطبخ الطحينه ازاي تنزل على البتنجان ده تاكل صوابعك وراها. حلو الكلام، تعالوا نقطع البتنجان بالشكل ده كده، مكعبات مربعات كاريهات، قولي زي ما تقولي، الابيض والاسود. اه ما بتقشرش البتنجان يا شيف، انا مش عايز اقشره. ليه؟ اذا ربنا خلقه بالجمال والشكل ده. اه الابيض واسود وله في ذلك حكمه. اه اه شفتي؟ اه خلونا نستفيد باللون الحلو بتاعه ده كده، والاتنين يشاركوا معانا في الطبق. اه زي الفل، بتنجان متقطع كده. اه وهخليكي دلوقتي تعملي طبق بتنجان، مش بتنجان مخلل، لا بتنجان بالطحينه. ده فلفل احمره معاه، وده برضو فلفل، هخليه سليم ده كده، انا حابه يكون سليم. ناخد البتنجان ده كده، والله طبق البتنجان ده لوحده كده موسوعه. نقطعه كده، وعندي زيت بيسخن. اه حاضر عيني، وعندنا زيت بيسخن على النار. اه حلو، ناخد دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقه تانية للتقطيع، انك تقطعيه كده اذا انت حابه يعني كده. اه حلو، ممكن برضو لتقطيع السلطه، تقطيع الخضروات دي اذواق. اه زي اللوحه الفنيه اللي بترسميها بالظبط. بعض ممكن يرسم لوحه فنيه بقلم الوان واحد، وواحد يقعد يجيب الالوان اللي في المكتبه كلها عشان يرسم بس ايه لوحه او يرسم شكل جمالي. اه شفت التقطيعه دي كده. قطعت البتنجان ده كله، لان طبعا ده بعد ما يتحمر هيبقى شويه صغيرين يعني، عشان كده انا مقطع كميه. اه شفت التركيه اللي جايه دي بقى؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. اه ورق النعناع ده في قلبيه. اه ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ ايه الاختراع ده؟ حلو، وده النعناع انا سقطه على الايه؟ على البتنجان. حلو، ناخد البتنجان بتاعنا ده كده في زيت شديد الحراره عندنا، ونبدا ان احنا ايه نحمر كل ده مع بعض. اه يا غالي، ورق النعناع هينزل مع البتنجان في قلب النار. اه تقلقش، كل ده في زيت طبعا عندك جاهز. البعض بيسالنا على السوشيال ميديا، شيف مغازي هو انا ينفع احمر في الزيت مره بطاطس مره بتنجان؟ اه بتوع الطعميه علمونا كده، اللي احنا اتربينا على ايديهم يحمر الفلفل ويحمر البطاطس ويحمر البتنجان وبعدين ينزل بالطعميه. الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. اه اللهم صل على النبي، هو ده كله مع بعضه في قلب الزيت. التحميره دي كده. البتنجان غير الكريسب، خلي بالك عشان البتنجان فيه سوائل. الاستاذ المخرج بيسالني بيقول لي مفيش رياكشن كده من الزيت ان في حاجه نزلت فيه. يا يعني انت بتحمر بقلاوه يا طيب ولا بلح الشام اول ما ينزل يعوم؟ لا ده بتنجان يعني فيه سوائل. هو ده، حاضر. اه حلو، اه حلو، اه اه حلو، ونهزه واسيبه في النار. حلو قوي، تمام خلصنا الاكل. معايا في المقادير طحينة للبتنجان الحلو ده كده. تعالوا نعمل طبخة الطحينة. طبخة الطحينة هنعملها ازاي مع بعض؟ اهو طاسة على النار، حلو، واحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون. عيني، حاضر، دي مهمة جدا على فكرة. اخبار البتنجان يا شيف؟ جيب لي البتنجان اللي يهمني ده، هو ده النعناع. ده النعناع عامل عمايله مع البتنجان، هيديني كريسبي بقى ويديني طعم حكاية. ننزل بالطحينة، اللهم صل على النبي. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ده لا شفته في كتاب ولا في كراس. قال لك السر في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. دي الصلصة بتاعت الطحينة بتاعتي، اهي قلبها كده اهي. اه شفتي؟ شفتي؟ اه في أكلة مشهورة في المطبخ السوري أو اللبناني أو الشامي
اسمها المحمره. بتتعمل بنفس الطريقه، بتاخد بقسومات ناعم وعين جمل، موضوع تاني بقى ومدرسه تانيه. تاني يا عم الشيف بتاخد ايه؟ بتاخد بقسومات ناعم، بقسومات بتاع الشاي مش البقسومات اللي بنعمله بانيه، وبتاخد عين جمل. ونقلب طحينه اهي، هتاخد قوام دلوقتي اتفرجي عليها. بتنجان في قلب الزيت تقلقيش عليه. الله عليك، الله عليك وعلى والديك، الحاجات اللي بنشوفها اول مره دي. تاكل صوابعك وراها اهي. تاني دي طحينه، حد يفتكرها نشا ولا حليب؟ الناس اللي جايه متاخره حبايبي اللي بيتابع برنامج اكله ام على القناه الاولى والفضائيه المصريه، ميعادنا كل يوم الساعه واحدة هوا. البتنجان في قلب الزيت بيتحمر بيشقر لونه، انا حطيت تومه بصلايه زيت زيتون كله مع بعضه مع الفلفله الحلوه الهريسه الحمراء، حلو الكلام. بعدين نزلت بالطحينه. ده قبل ما انزل بالطحينه، عايز تعرف قبل قبل ما انزل بالطحينه خدت شويه من الخليط الحلو الاحمر الجميل الذهبي ده كده، غزيت الويكه بتاعتي بيه. شفت الصلصه دي؟ تاني بس خلاص، ده القوام ده حلو قوي. ونسيبه مع النار كده، دول معلقتين طحينه والله عملنا حاجه حلوه ازاي. ننزل باب الايه، هو ده الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا، شويه كمون بتجان عشان الغازات، شويه فلفل اسود، شويه ملح حلو، ونقلب شويه نعناع يابس، حلو، ونقلب دول كلهم مع بعضيهم، حلو. الله على الصلصه دي، الله على الصلصه دي اللي تاكل صوابعك وراها. دي جاهزه، سيبها زي ما هي كده. ونجيب البتنجان بتاعنا الجميل الحلو، اللهم صل على النبي، ونجيب سرفيس حلو زي ده كده. الله اكبر، بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه. ده البتنجان اهو، ابيض واسود. ده اللي عاجبك قوي النعناع الاخضر اللي في قلبي ده. هو ده، هو ده، هو ده الزغليل. العب. ده بتنجان يا شيف. حد يقول ايه الجديد يا شيف؟ اخترعت الذره يا طيب؟ لا لا لا، بص يا غالي، لما بنقول تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد، مش من فراغ. الجمله دي والسلوجان ده بيترجم نتيجه خبره طهويه، خبره السنين تعدي 30 سنه بجد والله العظيم. النعناع الاخضر اللي انا حمصته في قلب البتنجان هياخدنا وروح حته ثانيه خالص. النعناع اهو يا فندم، اهو يا فندم، اهو 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 ده يا فندم ورق النعناع. حلو، ننزل بيه هنا كده، صلي على الحبيب. هو ده، جيب لي التفاصيل يا طيب. هو ده، دي السلطه يا ويلي. هو ده، والله العظيم ده عايز العيش البلدي مش تاكل غيره. حطيه في الثلاجه بقى يبرد شويه. الف انا وشفا، حلو الكلام. بس خلاص نقلبه. ده نوع مقبلات مش موجود لا في كتاب ولا في كراس، ونسيبه على جنب كده لغايه لما يبرد. عندك خاصيه بلدي، عندك خاصيه كابوتشا، عندك شويه جرجير، تعملي جرنش كده للطبق وتغرفيه. بس انا هخلينا على جنب عشان عندنا حاجات تانية. حلو الكلام. هناخد البتنجان بتاعنا نغرفه مع بعض. ده اللي يهمني من الاخر والله، شويه عيش بلدي. شفت البتنجان؟ بس اعمل حاجه لطيفه قوي، قرن الفلفل ده كده خليه على جنب، وحبيبه ده كمان على جنب، وانزل بالبتنجان بتاعي ده كده. يا ست الكل، دي مش صلصه طماطم الله عليك، دي مش كاتشب، دي طحينه. طحينه واخده ايه؟ بابريكا، واخده فلفله حلوه. دوقي وانت تعرفي، اعمليها وانت تعرفي. ولازم البتنجان الابيض والاسود. الف انا وشفا للي ياكل من الطبق ده. خليه في التلاجه، وكل ما يفك على حاجه تفتح الشهيه افتح التلاجه وخد حتتين في طبق.
الله عليك وعلى والديك يا طيب. ده مكانه فين؟ لا مش الكنترول، بعد ما نخلص حبيبي. حاضر حاضر يا غالي، مكانه هنا. مقبلات